يعني ما هو لو حضرتك نظرت مثلا لعدد السيدات اللي دخلوا مجلس الشيوخ على مقاعد الفردي، هيبقى عندنا علامة استفهام لسه في مدى نضج الشارع السياسي انه هو او الشارع عموما المصري انه يجيب سيدة، انه يجيب سيدة بانتخابات. لا وكمان يجيب سيدة هو مسيحية، يعني انت عارفة ايه يعني، واضح ان دولة المواطنة بدأت تاخد مساحة جيدة ومحترمة، يعني بدأ فكرة الدين تتراجع، فكرة الجنس تتراجع، فكرة الجهة والعصبية تتراجع، فنجيب سيدة ده شيء جيد جدا. كملي. هو شيء جيد وضروري، لأنه مين اللي هيمثل هذه السيدة في أدق أمورها الحياتية والاجتماعية إن لم تكن هي نفسها؟ والسيدات هما مش بس بكونهم عناصر فاعلة، دول بيربوا النص التاني، ففي قدر من الأهمية مكان المرأة العاملة، قضاياها، المرأة الحاضنة، المشكلات الاجتماعية، كل ده لا يستطيع المرأة. هي التحدي الأكبر الآن في مصر، الرجل التعبير عنه بشكل كافي. زي ما حضرتك قلت، عندنا وزيرات يعني حاجة تفرح جدا، عندنا نساء كثيرات في مقدمة الصفوف في وزارات. لا أنا بكده مش بس في وزارات، ده احنا اتكلمنا عن الشهيرات. لو انت دخلتي بقى في الدولاب الحكومي نفسه هتلاقي